اخباركم كي دايرين؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا وقبل كل شيء عواش مبروكه، رمضان مبارك سعيد باش ما تمليتو ان شاء الله. اليوم معنا الحديده سيدي، مرحبا بي ام دبليو في سيري 5. شويه غنقدموا لكم الطوموبيل ان شاء الله، خليكم معنا ما تمشيوش. وقبل تنشكركم على لي ميساج بزاف، ما تنساوش تدعمونا بواحد سبسكرايب وبواحد لايك وشي كومونتير الا جات على خاطركم. خليكم معنا ما تمشيوش، دابا ان شاء الله مع بي ام سيري 5. دونك الاخوان كما كتشوفوا الطوموبيليه هذه بي ام سيري 5 ديزل باك ام اف 10. هذا هو السيري كله ديال الطوموبيل، يعني الطوموبيل سيري 5 دفانتت عليه 2 لتر دي ديزل. يعني بالنسبه للاخوان اللي ما عارفينش، فوالا طوموبيل باك ام. بالنسبه للجوانط فيها جوانط 19، عندنا هنايا لي ديتاي كما كتشوفوا العلامه ديال باك ام. عندنا هنايا فيتر تانتي كما تشوفوا الطوموبيل، طوا اوفرون، عندنا الريتروفيزور في هذا الليد زوين كما كتشوفوا ديناميك. عندنا هنايا اللوغو ديال الام باك ام. طوموبيل كما قلت لكم موديل 2016 اون بورتينو، يعني 2016 وديوانه 2016، يعني طوموبيل جايه من برا المانيا. ما شاء الله الطوموبيل واعره بزاف، اللهم بارك. دونك الاخوان دابا غنشوفوا الطوموبيل من الداخل ديالها. دونك الاخوان بالنسبه للطوموبيل من الداخليه هذه، الطوموبيل فيها 3 مود كما كتشوفوا هنايا. عندنا هي مود ايكونومي برو، كونفور، عندنا مود سبور. هادو هما لي مود في الطوموبيل، 3 مود. فوالا عندنا هنايا فيتاس بواط اوتوماتيك، هاد النوع ديال الفيتاس تيتسمى كوبرا. فوالا فيتاس، هنا عندنا باركينغ، هنا عندنا واحد التويشيه ضروري خصك تورك عليها قبل ما تدوز الفيتاس. انا نوريكم مثلا هنا الطوموبيل دابا راه هي باركينغ. فوالا عندنا هنا دابا الطوموبيل الا بغيتي تمشي فوالا بغيتي توقف عندنا باركينغ. هنا عندنا تي كله تبارك الله كربون فرالمان الكتريك، عندنا الديكوموند هادو. فوالا بالنسبه لي سياج، عندنا سياج كوير. والحاجه الواعره في هاد الطوموبيل هي هاد الفولون، الفولون ديال الام ما شاء الله. انا شخصيا عجبتني بزاف وحسن من الفولون الجديده، يعني الناس ربما المحبين ديال البي ام غيعرفوا هاد القضيه شويه. يعني تنهضروا على الفولون الجديده، انا شخصيا ما عجبتنيش ديال البي ام، هادي شي حاجه زوينه صراحه. عندنا لي باليت هما هادو، يعني الا بغيتي تقلب فيتاس تولي تبدل مانيوال هما هادو. دونك هنايا عندنا الفيتاس بحال هكا. دونك دابا الطوموبيل ولات مانيوال، الا لاحظتوا هي هاد البوطون الخضراء، الطوموبيل دابا ولات مانيوال، ها هي ولات اوتوماتيك. فوالا عندنا هنايا واحد الميموار ديال الكراسه هو هذا، يعني الا كانوا مثلا جوج الناس يسوقوا الطوموبيل اللي هو تي ميموري، يعني البوزيسيون اللي هو تيرتاح فيها مثلا في واحد والاخر عاوتاني تي ميموري في جوج، يعني يكفي انك تركب تورك على واحد الكوسان اوتوماتيكمون تيتريغر على الحاجه انت اللي بغيتي، على الجلسه ديالك اللي انت مرتاح فيها. دونك يمكن هادشي كاين. المهم بالنسبه للطوموبيل طوط اوبسيون، ما نهضروش على كليماتيزور وبزاف ديال الحوايج زايدين في الطوموبيل. هاد اللعيبات هنايا كما قلت لكم الطوا هو هذا.
المهم يعني الناس اللي تعرفوا البي ام راه عارفين لي زوبسيون اللي فيها، الناس اللي ما عارفينش راه حنا شرحنا قدر الامكان. المهم بزاف ديال الحوايج ربما الا نسينا شي حاجه سمحوا لينا. الطوموبيل فيها ستار اند ستوب كما كتشوفوا، بالنسبه للموتور الاخوان هو هذا الموتور ديالها بي ام دبليو، موتور توين باور تيربو يعني دوبل تيربو، موتور في جوج ديال التيربوات 190 ديال الخيط ما شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان يعني الموتور تبارك الله مازال نقي، الطوموبيل نقيه يعني اللي بغى يكسب يعني هذه انسان تنصحو بها الطوموبيل شخصيا. بي ام احسن حاجه كونسوماسيون طريق اللي بغيتي كونفور اي حاجه بغيتيها كاينه في هاد الطوموبيل. دونك الاخوان دابا غنديروا واحد ديبار الطوموبيل نشوفوا الجهه تبارك الله ديالها. دونك واحد جوج ثلاثه ما شاء الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك.